رحيل البابا شنودة. أعلن الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس يوم السبت 17 مارس 2012 وفاة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن عمر يناهز 89 عام. لست أدري كيف نمضي أو متى، كل ما أدريه أن سوف نمضي في طريق الموت، ندري كلنا في سباق بعضنا في إثر بعض. تم يوم الأحد 18 مارس 2012 وضع جثمان قداسة البابا في كامل هيئته الكهنوتية على كرسي القديس ماري مرقس في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لإلقاء نظرة الوداع عليه، وأقيم أول قداس صباح الأحد في وجود الجثمان، وذلك في حضور معظم أساقفة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. ويستمر بقاء الجثمان على كرسي الباباوية حتى اليوم الثلاثاء 20 مارس 2012، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الأقباط وزوار مصر لإلقاء نظرة الوداع على جثمان البابا شنودة. فوداعا قداسة البابا شنودة. أشرف عبد الوهاب، لنهارك سعيد.